أهلا بحضراتكم في تقرير جديد من الجريد. الزمالك ينهار، كارثة في الزمالك ولجان الوزير في ورطة، وإليكم التفاصيل. أهلا بحضراتكم، من حقنا أن نفرح بفريق الكرة في نادي الزمالك، ومن حقنا أن نفرح بانتصاراته، ومن حقنا أن نفرح بمولد نجوم جدد في الفريق وظهور وتألق صاعدين وواعدين، ومن حقنا أن نفرح بإمام عاشور الذي أصبح قلب الزمالك النابض، ومن حقنا أن نستعد لعودة المستشار مرتضى منصور ومجلسه، ولكن من حقنا أن نخاف على بقية الألعاب في نادي الزمالك. نعم، إنهم يدمرون بقية الألعاب في نادي الزمالك. الزمالك الذي احتكر كل البطولات وكل الكؤوس في الألعاب الأخرى، وأصبح نجوم الأهلي يرفضون ويوقعون للزمالك نادي البطولات، ورجعوا للتاريخ ورجعوا لنتائج 2019 و2018 و2017. الزمالك البطل العالمي الكبير في كرة اليد، مش عايز أقول وأقول عشان ما انساش حاجة، كل الألعاب الزمالك كان ليه السيادة والريادة، جمع دروع الدوري في أغلب الألعاب والكؤوس والميداليات الذهب وكل شيء، كلكم كنتم تابعين، ولكن الآن هم يدمرون الألعاب الأخرى في نادي الزمالك. هذه حقيقة 1000000%. بيعملوا إيه؟ بيحاولوا يضحكوا علينا بقصة التجديد لساسي، التجديد للرباعي الزملكاوي، وزي ما قلت لكم إن هم جددوا شيكابالا والجنش وليه 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 الأربع لعيبة الزملكاوية وأوباما وفتوح، ولكن اللعيبه ما قبضوش فلوس، وتحدتهم من 3 ولا من 4 ايام، وقلت لهم لو في راجل في اللجنه ولا في اللجان ولا في اي جهاز في الزمالك يطلع شيك حصل عليه لاعب، انتوا بتضحكوا علينا واللعيبه هي بتمضي على القود، ما احنا عارفين ان اللعيبه دي رجاله ولاد الزمالك، واللعيبه دي لو اي حد قال لهم ان الزمالك تعالوا امضوا على بياض بيمضوا على بياض. وانتوا شفتوا موقف شيكابالا، فين موقفكم انتوا؟ فين نجاحكم انتوا؟ نجاحكم انتوا ان انتوا تدي لهم الفلوس، تدي لهم شيك، تدي لهم اي ضمان، دول زملكاويه مخلصين، انتوا فين؟ ما علينا، ما طلعش راجل قدر يرد على كلامي، لحد دلوقتي ما طلعش راجل فيهم قدر يرد على كلامي. وانا قلت من اسبوعين تقريبا ساسي وقع وماشي لفريق الدحيل القطري، وفي ناس هجمتني وقالت لي انت بتحلم، وهل الايام بتثبت لكم؟ الايام بتثبت لكم، قلت لكم ساسي بيتمرد، واثبتت لكم بالصور ان هو رفض ينزل الماتش، طلعوا ايمن يونس وطلع العباقره وقعدوا يقولوا الناس اللي بتوقع والراجل عنده وجع في ظهره والناس اللي مش عارف ايه، وطلعوا في الاخر هم الكذابين مع انهم نجوم كبار، يعني نجوم كبار. واللي زعلت فيه ان عبد الحليم علي حتى نفسه اتكلم في الموضوع، اشرف قاسم طلع في برامج واتكلموا في الموضوع، وبيقولوا مش بيقولوا الحقيقه، كانوا بيقولوا الكذب، الحقيقه ان هو الراجل وقع وماشي وخلاص، والحقيقه ان هو بيتمرد على اللعب مع فريق الزمالك. هنكذب على نفسنا ليه؟ ساسي على عيننا وراسنا، ولكن عندنا امام عاشور اعظم منه مليار مره. يا جماعه شوفوا امام عاشور عمل ايه في ماتش انبي. انا لما اتكلمت قبل كده وقلت لكم امام عاشور قد ساسي وقد لعيبه كتيره 100 مليون مره، ليه ما بيدولوش الفرصه؟ الناس استغربت. راجعوا بقى ماتش انبي وشوفوا امام عاشور ده في كوره انقذ مرمى الزمالك فيها من 4 قذائف قويين جدا. شوفوا الراجل ده بيبهدل نفسه في الملعب ازاي، الكوره بتاعت البلوك اللي هو المعلق قال عليها البلوك. شوفوا امام عاشور نجم نجم، ده يتحط في الفئه الاولى مباشره. فين ده؟ كان ما كانش بيلعب ليه؟ لازم يتحاسب باتشيكو اللي معاه. احنا عايزين نجدد لساسي بالملايين، ساسي على عيننا وراسنا ونجم كبير، ولكن في اللي احسن منه، واحنا عايزين اللي يرتدي الفانيلا البيضاء احسن منه. احنا ما بنقطعش في ساسي، ولكن احنا بنقول الحقيقه، ساسي ماشي ومضى وخلاص، ساسي بيتمرد، ده مش عيب ان احنا نكشف الحقيقه، العيب ان احنا ندلس على الحقيقة. واحنا قلنا في القناة دي مش هندلس، حتى لو رجع المستشار مرتضى وعمل اخطاء هنقول له انت بتعمل اخطاء. وقلنا له في الفيديو اللي قلناه امبارح، يا سيادة المستشار بلاش شتيمة. احنا بنقول لاي حد في وشه، ما بنخافش من حد، اللي بنحبه واللي ما بنحبوش، ولو احنا بنحب نادي الزمالك لازم نستمر على كشف الحقيقة. بشكركم كتير على التواصل، والناس اللي بتتواصل معايا على صفحة الفيسبوك أروع ناس وأجمل ناس في الدنيا.
وبداية من اليوم هنعمل كل يوم هناخد فقرة من كلامكم عن طريق التواصل الفيسبوك. كل يوم هاخد واحد بيكتب بيحب عن نادي الزمالك وأنشرها في كل فيديو بداية من اليوم. كمان أحب أقول لكم إن موضوع أخبار الزمالك كل يوم ما بين الساعة 7 و8 بتوقيت القاهرة هتلاقوا نشرة أخبار الزمالك. هنجمع الأخبار الصح مش الكذب، ونحلل مع بعض الموقف إيه ما بين 7 و8 بتوقيت القاهرة. الناس اللي هتكون مشتركة معايا في صفحة الفيسبوك أقول لهم قبل نشر الفيديو بدقائق ميعاده وتفاصيله. ده بالنسبة لأهم الأخبار. نتكلم الأول على موضوع الزمالك بينهار والكارثة اللي بيعملوها في نادي الزمالك. دلوقتي كل الألعاب متدمرة، كل الألعاب ما بياخدوش فلوس بقالهم من ساعة ما مسك المجلس ده، ما بياخدوش فلوس، دخلوا في شهرين تقريبا دلوقتي، ما أعرفش احسبوا معايا التواريخ، تقريبا ما بياخدوش فلوس. معالي المستشار مرتضى منصور والمجلس السابق عشان بيدوا القانون حقه وبيدوا اللعيبة حقهم، هم حاطين بنود لبعض اللعيبة المحترفين إنه لو ما أخدش فلوسه يمشي. وده يعني أي واحد فينا لو بيشتغل في أي مؤسسة فات شهر واثنين وثلاثة ما خدش فلوسه من حقه إنه يمشي، هيأكل بيته منين يا جماعة؟ واللعيبة الألعاب الأخرى مش زي كرة القدم، كرة القدم بياخدوا ملايين، التانيين بياخدوا ملاليم. هيأكل بيته وعياله إزاي؟ رايح جاي للزمالك عمال ياخد بطولات الزمالك، احنا بطل الدوري في اليد، احنا ابطال افريقيا في اليد، وهو بيته ما فيهوش فلوس وجيبه ما فيهوش فلوس. لعيبه الالعاب الاخرى بياخدوا ملايين مش زي كره القدم ابدا. ودي مشكله في العالم كله مش في مصر بس. اللعيبه بقى من ساعه المجلس ده لا حد عبرهم ولا حد عبر مدربين ولا حد عبر لعيبه ولا حد عبر عمال ملابس. الناس كلها ما بتاخدش فلوس بقى لها شهرين. فابتدت الناس تتذمر وقالت لهم شكاوي، إذا ما خدناش فلوسنا هنمشي. وده مش عيب يعني، الناس صابرة ومش عيب في ظروف البلد وظروف العالم كله ووباء كورونا، الناس هتأكل وتشرب ولادها منين والحياة غليت. فده مش عيب، ومش عيب إن يكون في عقدهم الحق إن هو لو ما قبضوش إن هم يفسخوا العقد ويمشي. ده شيء متبع في العالم كله. ليه بنوافق على لعيب الكورة لو اتأخر حقه شهر واثنين إن هو يفسخ العقد مباشرة وينتقل لأي نادي، ونقول للعيبة الألعاب التانية اللي بياخدوا ملاليم مش من حقهم؟ دلوقتي في لعيبة في الزمالك في كرة السلة وفي اليد وفي الحاجات دي ابتدوا يتذمروا، ولكن كلنا احنا وهم مستنيين أملنا يرجع مرتضى منصور اللي بيحل كل المشاكل. أول ظهور للحدث والإعلان هو ظهور 2 لعيبة من كرة السلة قدموا شكوى ودية غير رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة السلة. قالوا له يا اتحاد كرة السلة، إحنا عندنا مشكلة بقى لنا شهرين ما بنقبضش من نادي الزمالك. اللعيبة دول أنس أسامة ومصطفى مكاوي. قالوا بشكل ودي، يعني قالوا بشكل ودي لإدارة الزمالك، وقالوا بشكل ودي مع اتحاد كرة السلة في عضو من الزمالك أو عضو كده اتكلموا معاه وقالوا. شوفوا العباقرة بقى، يخرج علينا مين؟ عصام سالم. وعصام سالم انا سميته شوبير 2، يقعد البيه مع شوبير اللي هو بيكره نادي الزمالك وبيدمر نادي الزمالك والمتحدث الرسمي باسم النادي الاهلي وبين قوسين الرسمي في التلفزيون ومش رسمي على الورق، ويقطعوا في الزمالك وفي الالعاب الاخرى ويقطعوا في اللعيبه دي ويقطعوا في المجلس اللي فات. ازاي ان يديلهم حق انه يفسخوا عقدهم لو ما قبضوش لمده شهرين؟ يا عصام يا سالم يا اللي كنت بتقعد وتشكر وتكبر، ده الفيديوهات موجوده في المستشار مرتضى. عيب اللي انت بتعمله، عيب اللي انت بتعمله، خدت كام عشان تعمل كده؟ وعيب ان انت تبقى عارف ان الناس ليها حق شهر واثنين وثلاثة وعايز منهم ما يقبضوش. يعني الناس دي تصرف منين؟ انت بتطرد لهم من جيبك انت ولا اللي وراك ولا عباس ولا الناس دي؟ انتوا الناس قاعدة على فتة مش حاسين بالناس اللي متقطعة، مش حاسين بالناس اللي مش لاقية تاكل، مش حاسين بالناس اللي مش لاقية لقمة. انتوا بتدمروا في نادي الزمالك، ويا ريتكم بتدمروا في الكورة بس، لا انتوا بتدمروا في الألعاب الأخرى. اللعيبة الأبطال، أبطال الزمالك في كل الألعاب دول هيروحوا فين؟ يا معالي الريس يا الدنيا اللي بتسمعوا، بيدمروا نادي الزمالك كله. كارثة في الزمالك مش في كرة القدم اللي عليها الأضواء اللي عمالين يتكلموا عليها. ده اللجان اللي الوزير عينها، عين لجان
من المستشارين، وعينوا المستشارين، عينوا لجان بتوع الكورة، نسيوا يعينوا واحد يشرف على قطاع الألعاب الأخرى. ده إذا كان كرة القدم مثلا بتمثل 2% 3% من الألعاب الأخرى. ده في أسر وأبواب مفتوحة، ده في عمال، عمال غرف ملابس، وعمال بتوع الكور وبتوع النجيلة وبتوع الأرضية واللي بيغسلوا الملابس، واللي بتوع المطاعم، واللي بتوع الفندق، واللي بينظفوا حمام السباحة، واللي بينظفوا الصالات. الناس دي كلها تأكل ولادها منين؟ طب اللعيبة اللي رايحة جاية دول هيعملوا إيه؟ طب إذا كان أهاليهم هيصرفوا عليهم، هيصرفوا عليهم ليه إمتى؟ الظروف قاسية والبلد بتمر بظروف صعبة، وهذه الألعاب ملاليم. ده انتوا لو وفرت لهم، هتوفر لهم تمن عشوة من اللي بتعملها اللجنة الأولمبية لحسن مصطفى، الفلوس بتاعت العشوة بتاع اللجنة الأولمبية اللي عملوها لحسن مصطفى والدرع اللي عمله له يكفي الناس دي يصرف عليهم شهر. يا اخوانا عيب، يا وزير الشباب والرياضة، يا اللي بتدلس على مخالفات الأهلي بالمليارات، يا اللي رحت تعرض على الأهلي إن أنت تساعدهم في صفقة لاعب جنوب أفريقيا، طب ما تساعد الزمالك في صفقة الألعاب الرياضية. أنت وزير رياضة ولا وزير كورة ولا وزير إيه بالظبط؟ ارحمونا يا ناس، احنا تعبنا، مش قد مقاعدكم استقيلوا، ارحمونا، حرام عليكم، حسبنا الله ونعم الوكيل. انا مش عايز اقول لكم ارقام وتتخضوا قد ايه في العاب وقد ايه في ابطال. الموضوع اصبح مش كارثه لتدمير فريق الكوره، اصبح تدمير الالعاب الرياضيه كلها. وقت بتبتدوا تسمعوا ان نجوم كره اليد ابطال افريقيا واللي بيلعبوا في بطوله العالم والحاجات الجميله اللي انتوا عارفينها بيروحوا ينضموا للاهلي، ما هو السيناريو كده. والله الأهلي عدى عليه كذا موسم ما بيطولش أي حاجة في الألعاب. قطاع الناشئين في كرة القدم فين؟ الألعاب الأخرى فين؟ ده أنا أقول لكم بعض نماذج دلوقتي في الفيديو على انتصارات الزمالك، حسبنا الله ونعم. الكلام بتاع لعيبة كرة السلة وصل لواحد محترم اسمه محمد عبد المطلب، نائب رئيس الاتحاد. محمد عبد المطلب كلم إدارة نادي الزمالك وقال لهم يا جماعة يا إخوانا، الكلام ده غلط، بيخالف اللوائح والقوانين. يعني اتحاد السله اللي بيقولهم بيخالف اللوائح والقوانين، يا عم عصام سالم، يا عم شوبير، يا عم لجنه، يا عم يونس، يا عم وزير، الكلام اللي انتوا بتعملوه في الزمالك ده مخالف للقوانين، ادوا للناس حقوقها. واللعيبه المحترمه دول انس ومصطفى مكاوي لو قدموا شكوى وخدت مجراها الطبيعي هيبقى في حساب عسير لنادي الزمالك. قال لهم احنا بنحرص دايما على تنفيذ القانون واللوائح، وانا على المستوى الشخصي بتمنى ان يتم حل المشكله دي مع الزمالك. ده شويه ملاليم كام جنيه والموضوع يخلص، ده حقهم جنيهات تمن قاعده ولا تمن بتاع من اللي انتوا بتسهروا فيها في اليخت ولا في الوزير ولا في الكلام الفاضي. ادوا للناس حقها. وقال ان هو بيدعم فكره استقرار الانديه والمنافسه، والمنتخب طبعا مهم، والثنائي بتاع لعيبه الزمالك دول في المنتخب الوطني، واذا اتحلت مشكلتهم هيتحل مشكله المنتخب وهيكون عندهم استقرار. وقال ان الثنائي دول اتكلموا مع علاء زهران مسؤول لجنه شؤون اللاعبين بشكل ودي. شوف انا باكد اهو، بشكل ودي، ما عملوش زي ناس تانية راحوا هددوك بشكل رسمي وجريتوا حطيتوا لهم الفلوس في البنك، مش هتكلم. ولكن قال لو وصلت الشكوى بشكل رسمي وخاطبنا النادي بشكل رسمي وسألنا على التفاصيل هتمشي الأمور وفقا للإجراءات القانونية. قال أنا بصفة شخصية عايز تحل المشكلة. أخونا عصام سالم طبعا طلع عند شوبير زي ما أقول لكم وقال له أنا اندهشت بشكل كبير على علمي بقيام المجلس السابق بوضع بند تعلق بفسخ التعاقد. سامي سالم اقرأ القانون واقرأ اللوائح واقرأ قانون الاتحاد واقرا القانون نفسه واقرا ضميرك لو عندك ضمير، وتعرف ان اي حد من حقه لو اتاخر عن مستحقاته شهرين انه من حقه يشوف مصلحته في حته تانيه، عشان مش هيجي يقول لك يا عصام سالم والنبي اديني من مرتبك عشان اكل ولادي او اجيب لبس او اركب مواصله عشان اوصل لنادي الزمالك اللي انا بلعب فيه او المنتخب الوطني. وقال ان البند ده بيسهل رحيل اللعيبه الكبار، كلام فاضي طبعا، وشوبير سخن معاه. طب يا شوبير والنبي عايزينك تتصل بالخطيب وتقول له العقود بتاعتكم مع لعيبه الاهلي فيها ايه؟ ماشي؟ لو انت شوبير جدع تجيب لنا عقد من بتوع الاهلي. قال ان ثنائي كره السله من القوام الرئيسي الفريق، ومش عارف ايه، بنركز على مستحقات الالعاب الاخرى، في الفتره السابقه كنا بنركز على كره القدم
وإن شاء الله خلال أيام سيتم تصحيح الأوضاع. أنا مش عارف مستشار المرتضى كان بيعمل إيه وبيحل مشاكل الزمالك إزاي، يعني شوية لجان في لجان في لجان في لجان، زي صديق كاتب في الفيسبوك فكوا مرتضى منصور بعشرات الأشخاص وما عرفوش يحلوا حاجة، ودي حقيقة فعلا. يعني المرتضى والمجلس عشان ما نضيعش قيمة المجلس كانوا بيحلوا المشاكل دي كلها ازاي، والزمالك تطور كبير في الألعاب وتطور في المنشآت وتطور في البطولات وإنجازات و بدون ما نسمع صرخة. دول مركزين على الكورة وفاشلين، جددوا اللعيبة ما ادولهمش فلوس، ساسي مشي، بقى عايزين يتنازلوا عن قضية نادي القرن، عمالين يتخانقوا مع بعض مين رئيس اللجنة، عمالين يستقيل لا يستقيل وده يمشي وده يستخبى. الألعاب الأخرى محدش بيبص عليها، ولا الوزير اللي اسمه وزير الرياضة، مش عارف وزير الرياضة ولا وزير كرة القدم، معرفش مسمى إيه، عين واحد يهتم بالألعاب الأخرى حتى. يعني ده تفاصيل زي كده. يعني انا حبيت بس اقول لكم الزمالك كان واخد جزء من بطولات الزمالك في 2019، جزء كرة القدم حصل على السوبر المصري السعودي بعد ما فاز على الهلال السعودي، خد الكونفدرالية، تمام. كرة اليد حصل على بطولة افريقيا الاندية 2019، ماشي، خد السوبر الافريقي من الاهلي كرة اليد في اللقاء اللي جمعهم في مدينة وجدة المغربية، وده كان احتفاظ السوبر الأفريقي المرة التانية. السلة خد دوري السوبر. كرة الطايرة كانت سيئة في 2019، خد 6 بطولات في الألعاب الجماعية و3 بطولات قارية. كرة القدم السوبر المصري، السوبر المصري السعودي، كأس مصر، الكونفدرالية. كرة اليد بطولة أفريقيا الأندية، السوبر الأفريقي، دوري المحترفين لكرة اليد. كرة السلة دوري السوبر. دي بعض الإنجازات في 2019. ده بقى ما شاء الله الكاراتيه بتاع الزمالك، السباحة بتاع الزمالك، الألعاب الفردية في الزمالك، حاجة تفرح، حاجة تفرح بصراحة. ده جانب من الألعاب والإنجازات في نادي الزمالك. فاللي بنتكلم عليه نخلي بالكم الفترة دي بيحاولوا يلهونا بكرة القدم. أخونا أيمن يونس وطلع علينا اللي بيقول هعين لكم مدير تعاقدات محبوس في الزمالك، تعاقدات أنتم ما عرفوش تتعاقدوا مع حد، وعمالين بقى يلمحوا أحمد أيام عبد الملك ولا خالد رفعت، ويعين الناس وتاخد كلامهم وتروح في الجروبات أو الناس اللي بتطلع لايفات وتقول لك احمد عيد، خالد رفعت، وتصريحات ايمن، دي كلها مسكنات. احنا ما بنضحكش علينا، احنا لو في زي اللعيب اللي الاهلي خده، لو في منافسه تكسبه وتجيبه من الاهلي، تجيب لنا اعظم لعيبه في مصر، ده اللي احنا نعترف بيه. هتعين لي مدير التعاقدات رونالدو، ما يهمنيش الاسم، يهمني النتائج، ما تحاولوش تسكنونا. بيحاولوا كمان يلهونا دلوقتي بقصه ان زيزو جاي له عقد احترافي. طب يا جماعة، على رأي الزملكاوية المحترمون اللي قالوا لي، الزمالك ما خدش بطولة أفريقيا، والأهلي هو بطل أفريقيا وبطل الدوري، ليه ما بنسمعش عن اللعيبة بتاعته بيجي له عقود احتراف؟ شيء غريب، كل عقود الاحتراف جاية لعيبة الزمالك، يا إما لعيبة الزمالك اللي لعب فيهم بألف لاعب من الأهلي، يا إما أنتوا عايزين تدمروا الزمالك، اختاروا واحدة من الاثنين. ساسي زي ما قلنا خلاص وماشي، و الزمالك يمكن يستفيد شوية بس، عشان بدل ما يمشي بعد 6 شهور مجانا يمشي دلوقتي ويلحق يلعب مع الدحيل القطري، ولكن هو ماشي وهم بوسة دوب بوسة للنادي القطري. يعني هم اللجنة الموجودة ولجان الكرة الموجودة ووزير الشباب من زمان هم يعني مستفين الموضوع، بس بيحاولوا يضحكوا علينا عشان ينيمونا. ساسي ما عملش، ساسي ما مضاش، احنا عارضين عليه، واحنا بنقول له سنة وهو بيقول 3، ده كله كلام فاضي، الموضوع خلصان زي ما قلت لكم من اسبوعين. ترجعوا الفيديوهات من اسبوعين قلت لكم ساسي رايح، وكان في فيديو طلبنا فيه الريس بالتدخل لان هو رايح قطر، وكان مرتضى منصور رفض بيع مصطفى محمد لتركيا. هذا هو الفرق بين
الشخص اللي بيحب بلده والأشخاص اللي ما بيحبوش بلده. نرجع نعمل نهاية كده لطيفة، وزي ما وعدتكم كل يوم هناخد من الناس اللي بتعمل معايا حوارات عبر صفحة الفيسبوك الجريء على الفيسبوك، واللي ما يعرفش يوصل لها يكتب بس في البحث في الفيسبوك الجريء تي في، نفس الكلمة بتاعت اليوتيوب الجريء تي في ويوصل، وعن طريق المنصات الخاصة ممكن يتواصل معايا ونتشرف. بتشرف بيكم، وانا اتعرفت على اجمل ناس في هذه القناة واجمل ناس في الفيسبوك. من ضمن الناس الجميلة اللي كتبوا لي في الفيسبوك على الخاص الأستاذ السيد عبد الحميد، شخص محترم جدا 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 واتشرفت بيه، وعنده أفكار حلوة، ويعني هو ثوراجي زملكاوي بس هو من الناس الحلوة والنقية جدا جدا جدا. أستاذ السيد قال لي إيه؟ برغم أنني من يقال عليهم بسطاء هذا الشعب، إلا ولي حلم في كل ما أحبه، ومن هذه الأحلام وأهمها أن أرى كياني وهو الزمالك في مكانه الطبيعي متوج كل سنة ببطولة أو أكثر في ظل العدالة المتاحة للجميع. هيا يا أستاذ السيد، أنا بشكرك جدا، شخص محترم وتشرفت بيه، وكل الأسماء اللي تعرفت بيها تشرفت بيها. كل يوم كده هاخد نموذج جميل من الزملكاوية النضاف اللي بيتواصلوا على الخاص في صفحة الفيسبوك، وأعمل لهم ما بحاولش أخد من التعليقات والحاجات دي غير لما استأذن من الشخص، وأنا بستأذن من الشخص عن طريق الخاص، استأذن منه أقول له ممكن ناخد فقرة من كلماتك، وإذا وافق بنشرها. فبشكر كل الناس اللي بتكتب التعليقات، بشكر كل الناس اللي بتتواصل معايا، بشكر الأفكار، وبناء على رغبتكم هنعمل نشرة أخبار الزمالك بدأ من اليوم ما بين 7 و8 بتوقيت القاهرة، ده أنسب وقت جالي من كل الأصدقاء، ولكن طبعا احنا هنجيب كل الأخبار الصحيحة ونحللها ونتكلم فيها مع بعض، ونقرأ ايه اللي جاي شكله ايه في الأخبار. هنبعد شوية عن السياسة، خليها السياسة والأحداث بتاعت الزمالك الصبح. كلنا نترقب لانتصارات وإنجازات لنادي الزمالك، وخلي بالكم الفترة الجاية من عملية تدمير الألعاب الأخرى في نادي الزمالك، وخلي بالكم من تدمير الألعاب الأخرى في نادي الزمالك، خطر كبير خطر كبير خطر كبير. كل المحبة والتقدير لحضراتكم، وأراكم في فيديو جديد قريبا بإذن الله.